شنك حوت حبيت نص السفرة ما شاء الله عليك. شنو أسوي بعد كنت صايم وطول اليوم يعان لما ينحق الفطور ما أقدر أمسك نفسي. يا ولادي كثرة الأكل بالفطور ما هي عدلة، بعد يوم كامل صيام فجأة تترس معدتك من كل أنواع الأكل والشرب زي ما تنفجر. أنت شلون تمسك نفسك عن الأكل يدي بعد الصيام؟ الحل يطليل يا ولدي هو انك تشغل جسمك بالرياضة. الرياضة؟ شلون يدي؟ انا لما اسوي رياضة ايوع اكثر، يعني ازيد الطين بلة. لا يا ولدي يا طلال، انت لما تسوي رياضة قبل الفطور معدتك تشتغل بحرق الشحم علشان تعطيك طاقة وما تقعد بس توصوص على نطرة الاكل مثل ما انت تسوي قاعد بمكانك من الصبح وبس تنطر الفطور. كلامك حجيب يدي، تسوي رياضة وتقلل يوعك؟ ايش رايكم بدل لا اقعد اشرح لكم باكر تيوم معاي الممشى وتحسون بالفرق. يدي هذه خوش عادة والله، لو ادري كان كل يوم اي معك وتمشى احسن من القعدة بالبيت ونطرة الفطور مثل كل يوم. ممشى أكثر رياضة أحبها ترى، أي واحد يقدر عليها وفوائدها وايد وكثرتها تشرح الصدر والنفس. والحين بس نرد البيت ناكل 3 تمرات نشرب بالماء مثل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ينسد يوعك مرة واحدة، شوف النشاط وهم تقوم الليل وتقرأ قرآن، راحة ما بعدها راحة. كلامك صح يدي، ماني حاس باليوع الحين كلش. إيه صح يا ولدي صح يدي، بس ذبحني العطش.